هاي سهل، ما بتحسب كلمة. يلا سيكا طبية مشان تبرع بالدم، مشان العالم تجي وتتبرع لك بالدم وتعطيك دم. تمام؟ الله يعافيك. تفضل دكتور. دور شو؟ دور بشري بس اخباري. عندنا هذا التطبيق، شوفي هذا التطبيق الرسمي احنا عملناه مشان تبرع بالدم، تمام؟ يعني فيك تشوفي الخيارات، تحي عندك شوفي الخيارات اللي عندك، بحث عن المتبرع وتسجيل المتبرع بالدم، تمام؟ طبعا فيك تنزل التطبيق عن طريق جوجل بلاي، بس تبي على الجوال بس مين دمك حياة بيطلع. تم تشكيل فريق في مطلع العام 2019 لخدمة الأهالي والنازحين في الشمال السوري. يضم الفريق تقريبا 3 أطباء أسنان وعدد من الكوادر ذات الشهادات الجامعية، تضم الهندسة المدنية والهندسة الزراعية وباقي الكوادر. طبعا يقوم الفريق بحملات توعية صحية تضم بشكل أخص الصحة الفموية والصحة البيئية، وإن شاء الله قريبا يضم باقي الاختصاصات ويعني كثير من الحملات. لمس الفريق الحالة الصحية المتدهورة للأهالي والنازحين وخصوصا المعاناة الشديدة في حالات التبرع بالدم. قام الفريق بدراسة للواقع الحالي وتم تصميم تطبيق يسهل التبرع بالدم وسهولة الحصول على متبرع بالدم والزمرة المطلوبة بسهولة وسرعة أكبر، كما يمكن الأشخاص القادرين على التبرع بالدم من تسجيل بياناتهم ليكونوا سببا في إنقاذ حياة الآخرين. طبعا التطبيق هو التطبيق الأول في الشمال السوري، يعني التطبيق سهل وذواجها بسيطة. يضم أولا الخانة الأولى الميزة الأهم وهي ميزة الفزعة، يعني في حالة مشفى أو حال مركز طبي لديه حالات إسعافية كثيرة يقوم بالتواصل معنا، ونحن نقوم كإدارة التطبيق بإرسال تنبيه لجميع الأشخاص الذين يستخدمون هذا التطبيق بالزمرة المطلوبة والمكان المطلوب. أيضا خانة البحث عن متبرع يضم شيئان أساسيان، أولا الزمرة المطلوبة، ثانيا المنطقة الأقرب إليك. الخانة الأخرى تسجيل كمتبرع، تسجيل بيانات العادية، وهناك ميزة أيضا في حال كان الشخص لديه حالة صحية سيئة ولا يريد التبرع بالدم يضع لا أرغب بالتبرع حاليا. كما أيضا يعني التطبيق لديه الكثير من المميزات في الأيام القادمة إن شاء الله، ونستقبل الشكاوى ويعني حالات سوء التطبيق وإن شاء الله في التحديثات القادمة. كمان هاي زمر الدم، زمر الدم عندك كمان زمر الدم قام إيجابي وسلبي، تمام؟ هاي شو اليوم عندك كمان هاي بحدي كذي، كويس؟ تمام؟ اليوم بحدي ما نسمع ولا نحضر الوصف، بعت لي يا رسالة يا مصوت، هذا بيسهل عليك العثور على متبرع الدم. اليوم زارنا فريق بسمي للتبرع بالدم، عندهم فكرة لنشر تطبيق بسمي، طبعا في معهم البروشورات. طبعا التطبيق رائع جدا من حيث المعلومات اللي بياخدها عن المتبرع من ناحية زمرة الدم، مكان تواجده، رقم هاتفه، يعني التطبيق بيسهل علينا نحن عملنا، بيسهل عملنا كتير. ونحن شفنا التطبيق واشتغلنا عليه هون بقلب البنك، صرنا تقريبا يومين عم نشتغل عليه للتطبيق، ورائع جدا التطبيق. يعني هلا مبدئيا نحن كل المتبرعين اللي بيجوا لعنا عم نسجلهم على التطبيق، وبنتمنى من كل المشافي والمراكز سحب الدم انه تعتمد هذا التطبيق وتنشره.